القسم اللي ممكن يبقى عندي الحيطة واللغة ده ماتيريال، وفي جزء من الحيطة واخد ماتيريال مختلف زي الجزء دوت. ازاي اعمل الموضوع دوت؟ الموضوع بسيط خالص. لو انا جيت على قناة موديفاي هلاقي عندي حاجة اسمها سبليت فيس، اروح احدد العنصر اللي انا عايزه وابدأ اروح راسم اي شكل انا محتاج ان ارسمه، المهم يبقى شكل مغلق وما يكونش متعارض مع اي حدود الحيطة ديت، واقول له ايه فينيش تمام. بعد كده هاجي على العنصر اللي تحتيه على طول اللي هو بنت، ادوس عليه وابدا اختار اي ماتيريال انا عايزها، وليكن مثلا ديت اسحبها للجزء دوت، ممكن الماتيريال ديت مجرد ان اعلم عليها واجي هنا خلاص تاخد الماتيريال اللي انا محددها. دي من ضمن الطرق، وده ينفع مع الارضيه، ينفع مع السقف، ينفع مع الحيطه، ينفع مع السيلينج، ينفع مع اي من العناصر اللي انا ممكن اديها ماتيريال. ممكن برضو حاجه كمان، لو في مثلا عندي مثلا كذا سقف من نفس الشكل تمام، فممكن ادخل ايديت، طيب ايديت واروح مغير الماتيريال اللي موجود هنا. طيب لو انا عايز سقف واحد منهم اديله ماتيريال مختلف، في عندي حاجة معينة. لو انا عايز ادي ماتيريال على مستوى المشروع كله بدخل مانيش ماتيريال وابدأ اظبط، بدخل اوبجكت ستايل هنا ماتيريال هبدأ اظبط الماتيريال. انما هنا اقول له الوول دي تاخد انا ماتيريال، الوول كل الوول في المشروع تاخد انا ماتيريال، الدور كلها في المشروع كله تاخد انا ماتيريال. ممكن اجي على الفيو ده بس، يعني ممكن انا اجي هنا واعمل كذا فيو 3 دي كل واحدة فيهم اديها لون، اقول له في في واقول له السقف هنا، السقف هنا انا عايز اديله ماتيريال معين واروح مديله ماتيريال معين. يبقى ده حاجه تخصيص للعيب، فالتخصيص هو اللي هيمشي في الفيو دوت. في حاجه اكتر بقى من كده، ان انا ممكن اجي هنا على الحته دي مثلا وادوس رايت كليك واقول له انا عايز ايه، افرايت جرافيك ان فيو باي اليمنت، يعني الاليمنت ده هيبقى ليه لون معين خاص بيه. يعني فرض ان الحواض كلها اديناها مثلا ماتيريال زجاج في المشروع كله، بس جينا في الفيو ده اديناها بلاستيك، يبقى كده البلاستيك هو اللي هيبقى في الفيو دوت. طب انا لو جيت على حته معينه قلت له لا الحته دي بالذات انا عايزها ازاز، اقول له باي اليمنت وابدا بقى اخصص العناصر بتاعتي. يعني ممكن اديله اقول له دي انا عايزها تبقى بشكل كذا، الباترن بتاعها يبقى بشكل كذا، الكات باترن يبقى بشكل كذا، السيرفيس ابدا احدد الشكل بتاع الليزر معايا تمام. ممكن اخليها مثلا فيها شفافيه شويه، ممكن اخلي الحاجه هاف تون تمام، يعني اقول له دي مثلا هاف تون، اقول له بروجكت ديزاين سيرفيس خليها شفافيه تمام. الباترن بتاعي هيبقى باي ماتيريال ولا انت عايز دلوقتي معين تمام. فانت تقدر تشوف ده في الكات لاين، ده في الكات باترن، ده في السيرفيس، ده في السيرفيس باترن، اقول له اوكي، اعمل سيلكت بره، تلاقي الحته بتاعتك بقت شفافه. ممكن نحتاج الموضوع دوت، ان انا مثلا في المشروع عايز الحاطه ده شفافه في الفيو دوت، على اساس ان انا اشوف ايه المنظر الداخلي اللي جوه تمام. ممكن تكون مثلا عايز تشوف الحته دي شفافه بس انت تشوف توزيع الغرفه هيبقى عامل ازاي من بره مثلا تمام. فدي كلها عناصر بنستفاد منها. طبعا لو انت عايز تعمل منظر داخلي مش محتاج ان انت تعمل حته شفافه، مجرد بس تيجي هنا وتحط كاميرا مثلا من هنا لهنا خلاص هيبدا يجيب لك الشكل بتاعك تمام. تبدأ بقى كل الألوان اللي أنت عايز تحطها في المشهد، وكل ماتيريال تبدأ تتحكم فيها في المشهد ده.